preview. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا رفيسه، حنا كنقولوا لها رفيسه، ما عرفتش نتوما كيفاش يعني ما عرفتش بزاف المناطق كيفاش كيقولوا لها، وكنظن بلا ماشي غير الامازيغ اللي كيديروها بوحدهم، كاينين يعني بزاف ديال يعني بزاف اللي كيصاوبوا بحال هذا رفيسه، ولكن كل واحد وشنو كيسميها. المهم صوبناها بالاعشاب، زوينه البنات بزاف بزاف، وكنتناولوها مع الشاي ولا مع القهوه، لذيذه صحيه. والغريب ان توليداتكم غادي تعجبهم. انا وليداتي كيحماقوا عليها، هادشي علاش قررت اني نشاركها معكم. وعلاش لا ما ديروهاش فهاد البرد؟ كتجي زوينه البنات بزاف وكتبقى صحيه. في المقادير وفي طريقه التحضير خليكم معايا. عندي هنايا مرسيطة، كنظن كلشي كيعرفها، هي خليتها لكم بحال هكا باش اللي ما كيعرفهاش يتعرف عليها. دايره بحال هاد الشكل هكا، كنحيدو غير دوك الاوراق بوحدهم. هنا عندي سلمية، هي كنديروها في اتاي، وعندي كذلك ازير او اكليل الجبل، حتى هو خليته لكم بحال هكا باش تعرفوه باش يتعرفوا عليه. عندي كذلك هذا البنات سميتها مانتا، ولكن انا ما كنعرفش صراحه شي اسم اخر ديالها. سميتها مانتا، الريحه ديالها زوينه بحال فليو، بحال هكا كتميل شويه الفليو. انا خليت لكم بحال هكا حتى هي باش تعرفوا عليها. المهم هذوما الاعشاب اللي عندنا البنات. كناخذ ميكسور وكنلوح فيها كلشي بطبيعه الحال، الشيء غسلناه ودرناه يقطر شويه. كي قلت لكم البنات كناخذ مونينيكس، كندير فيها كل شيء هاد الاعشاب، وكنزيد لهم واحد الكاس ديال الماء. الكاس ديال الماء البنات على حسب شحال ديال الكميه ديال الاعشاب نتوما درتو. كنطحنوا مزيان البنات هاد الاعشاب، وكناخذوا صفايه وكنصفيوهم. الا كان عندكم ميكسور اللي مزيان وكيطحن مزيان، ما تحتاجوش انكم تصفيو في الصفايه. ولا ما كانش عندكم يعني ولا كان ما كيطحنش مزيان، ضروري ديك المرحله انكم تصفيو. من بعد هنايا عند البنات السميدة الرقيقة او السميد الناعم اللي داير بحال هكا، عندي منه جوج زلايف. انا بالنسبة انا درت على حسب يعني على حسب الاشخاص، انتما كذلك يعني كتبقى الكمية على حسب اللي بغيتو. عندي هنا كاس ديال زيت الزيتون، وعندي واحد نصف زلافة ديال دقيق ديال القمح اللي فيه النخالة، وشويه ديال المليحه. هادشي اللي غنحتاجو البنات، وشويه ديال الماء. هادشي اللي غنحتاجو، غنضيفو الماء على حسب الى احتاجيناه. خديت الدقيق وزدت عليه شويه ديال الملحه، ودابا خديت كاس ديال الزيت وزدتو، وغادي نبسبس مزيان هاد السميده ديالنا مزيان. من بعد كنضيف ليه داك الخليط ديال الاعشاب اللي طحناهم. من بعد كذلك كنخلط مزيان. من بعد كي كتشوفوا معايا هنايا في ميكسور زدت غير الماء، وباش كيهبط لي داكشي اللي بقى تما ديال الاعشاب صافي. ومن بعد كنجمعها عادي كيف كنديروا الحرشه، كنخليها شويه خفيفه، وكناخذ مقله ديال الحرشه عاديه
كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون. هنا خديت شويه ديال الزيت الزيتون وزدت على السميده. من بعد غناخدها وغادي نقطع عشوائيا في شي طبصيل وغادي نزيد ليه الزيت بشويه بشويه حتى كتولي ليا بحال هكا كما كتشوفوا معايا، كتجي زوينه البنات بزاف بزاف. وهنا كي كتشوفوا معايا زينتها بالبيض البلدي وشويه ديال العسل وبصح.
كنتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد غتنال الاعجاب ديالكم. لذيذة البنات بزاف بزاف، وما نطولش عليكم، نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم. خليتكم على خير.